أخونا يقول في رسالته: قمت بشراء قطعة أرض مباني بمبلغ من المال، ولم يتم إقامة مباني عليها لمدة 10 سنوات ولم تستغل خلال هذه المدة، فهل عليها زكاة مال وما مقدارها؟ وهل هي على مبلغ الشراء فقط أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأرض التي ذكرها السائل حسب نيته، إن كان يريد أن يقيم عليها مباني للتأجير والاستثمار فليس فيها زكاة طيلة هذه المدة لأنها لم تنول البيع، ولكن إذا أقام المباني عليها وحصل على أجورات منها فإنه يزكي هذه الأجورات إذا حال عليها الحول وهي عنده، وحول الآجار يبدأ من عقد الآجار، إذا تم على الآجار حول من بداية العقد فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا فأكثر. أما إن كان نوى هذه الأرض للبيع طلب الربح فإنها تكون عروض تجارة، تجب الزكاة فيها في قيمتها عند تمام كل سنة، تقوم بما تساوي على رأس السنة، ثم تزكى، يخرج ربع العشر من القيمة التي تساويها لتلك السنة، ولا ينظر إلى ما اشتراها به وإنما ينظر إلى ما تساويه عند تمام الحول، ثم يخرج ربع العشر من ما تساويه. هذا إذا كان نواها للتجارة والبيع والشراء، سواء أراد بيعها وهي أرض أو أراد أن يبني عليها ويبيع المباني، فإنه يقومها بما تساوي كل سنة ويخرج زكاتها لأنها أصبحت عروض تجارة. نعم.